اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج تثقيف صيدلاني. موضوع حلقتنا لليوم عن الرشح والزكام. خلينا نبلش. الرشح والزكام هم من اكثر الحالات المرضيه انتشارا وشيوعا خصوصا في فصل الشتاء. هلا بالنسبه للرشح والزكام الاثنين بتشابهوا من حيث الاعراض، لكن بيختلفوا عن بعض بالفيروس المسبب لكل منهما وبيختلفوا عن بعض بحده الاعراض، حيث يعتبر الزكام هو له حده اعراض اكثر بكثير من الرشح. الرشح عبارة عن عدوى فيروسية تصيب الجزء العلوي من جهاز التنفسي، من أشهر هذه الفيروسات كورونا فيروس أند راينو فيروس. ومن أعراضه احتقان في الحلق، صداع، سعال خفيف، ارتفاع خفيف في درجات الحرارة. وقد تظهر هذه الأعراض تدريجيا وتستمر من 3 إلى 10 أيام. الزكام هو عبارة عن عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي للإنسان، يسببها إنفلونزا فيروس من نوع A أو B. تحدث بشكل موسمي في نهايات فصل الخريف إلى نهايات فصل الشتاء. أعراضها شبيهة بأعراض الرشح، لكنها تحدث بشكل مفاجئ وأكثر حدة وتستمر من 7 إلى 14 يوم. من أهم أعراض الإنفلونزا ارتفاع في درجة الحرارة، سعال جاف أو مصاحب للبلغم، ألم في العضلات، الشعور بالتعب والإرهاق، إسهال بسيط عند بعض الأطفال، والاحتقان في الأنف والحلق. لعلاج الرشح والزكام فإننا لا نعالج الفيروس نفسه، بل نخفف الأعراض التي تصاحب المرض، ويكون العلاج كالآتي: شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل، تناول الغذاء الجيد لتخفيف المرض، استخدام الأدوية إذا لزم الأمر ولا يشترط استخدامها جميعها مثل مسكنات الألم كالبنادول وكالبروفن، أخذ قسط كافي من النوم والراحة. كما يمكن استخدام مضادات الحساسية ومضادات الاحتقان التي تحتوي على السودو إفدرين والتي تستخدم لبقاء الأنف جاف، ولا يمكن استخدامها لأكثر من 5 أيام. استخدام قطرات الأنف التي تحتوي على الماء والملح، استخدام أدوية السعال حسب نوعها، إذا كان السعال جاف نستخدم مهدئ السعال، أما إذا كان السعال مصاحب للبلغم فنستخدم الأدوية الطاردة للبلغم. ينصح بالابتعاد عن الأطعمة والأشربة التي تحتوي على الكافيين، لأن الكافيين يزيد من الإصابة بالاحتقان. كما ينصح بالابتعاد عن التدخين، ولا يتم أخذ أي مضادات حيوية لأن المسبب للمرض فيروسي وليس بكتيري، ولا يتم أخذ أي علاجات لمثل هذه الحالات لأنها تذهب من تلقاء نفسها. من أهم الأشياء اللي ممكن تساعد في حالات البرد والنزلات هي الأطعمة والمشروبات اللي ممكن نتناولها خلال هاي الفترة، اللي ممكن أنها تخفف الأعراض وتحسن الحالة، مثل الأطعمة المحتوية على فيتامين سي كالبرتقال والفراولة والبندورة والفلفل. كمان نركز على الأطعمة المحتوية على فيتامين إي اللي ممكن أن يرفع من جهاز المناعة ويحسن من أدائه، كالسبانخ والبروكلي، اللوز وبذور عباد الشمس، والاكثر من الشوربات الساخنة كشوربات الخضار والدجاج.